الأعزاء بصفتي رئيس مكتب الصليب الأحمر. At the time I was here, it was a tough time, but it was still a time people were full of hope. I'm coming back now. الوقت صعبا للغاية. وبعد 30 عاما, what I am encountering among the population أراه وسط السكان هو شعور باليأس وبالضغط وبانعدام الأمل. يملأهم الأمل ولكن اليوم عندما عدت بعد 30 عام وجدت الكثير من الغضب, الكثير من اليأس, الكثير من الإحباط لدى السكان. Abject poverty is on the rise. الفقر المدقع يتزايد. There is absolutely no doubt. ومما لا شك فيه أن جائحة كوفيد تنتشر وتؤثر على كافة السكان, بالإضافة إلى التحديات القائمة التي يجابهها الناس بسبب العزل وبسبب البطالة والفقر والانقسامات السياسية. بالإضافة أيضا إلى تأثيرات الكوفيد 19, تأثيرات كورونا وماذا تأثيراتها على حياة الناس, البطالة, ازدياد معدلات الفقر, ازدياد اليأس والإحباط أيضا. The health system إن النظام الصحي على مقربة من الانهيار في وقت تتزايد فيه حدة الجائحة. أقول لكم أن القطاع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار, بينما تزداد أعراض وتزداد انتشار كورونا في مختلف المناطق. And in this situation, وفي هذا الوضع أكثر من أي وقت مضى, فإن اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون على الأونروا لتقديم الخدمات وإعمال الحقوق الأساسية للاجئين لضمان وصولهم إلى التعليم والنظام الصحي, ولضمان أيضا الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية. أكثر من أي وقت مضى يعتمدون اليوم على الأونروا في تسلم حاجاتهم, يعتمدون علينا في التعليم, يعتمدون علينا في الصحة, يعتمدون علينا في الإغاثة, ولكن الأهم أيضا والمهم أيضا أنهم يعتمدون علينا في توفير الحماية لهم. And we should not fail this. وعلينا ألا نخذل هذه التوقعات من الفلسطينيين اللاجئين. وللأسف يحدث ذلك في وقت تمر الأونروا به بأزمة مالية غير مسبوقة. ولكن للأسف الشديد هذه المطالب تزداد وهذه المتطلبات, بينما تعاني الأونروا بأزمة مالية غير مسبوقة. You heard me last week. تحدثت إليكم في الأسبوع الماضي وقمت بدق ناقوس الخطر لأول مرة في تاريخ الوكالة, وقلت لكم ليس لدينا أي نقد متاح لتغطية الإنفاق منذ هذه اللحظة ولنهاية العام. جرس الخطر الأسبوع الماضي عندما قلت أنه لأول مرة في تاريخ الأونروا لا يوجد لدى الأونروا تمويل لتغطية مصروفاتها من الآن حتى نهاية العام. We are on the edge of the cliff. نحن على شافة الخطر, ولكننا نؤمن أننا يمكننا أن نتجنب السقوط إذا ساد التضامن المجتمع الدولي, وعبر عنه المجتمع الدولي الآن. المجتمع الدولي على مدار السنوات الأخيرة الماضية أظهر الكثير من التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين والأونروا, ومن الأهمية بمكان أن نرى نفس مستوى التضامن والتضافر الآن في عام 2020. تجنب السقوط يجب على المجتمع الدولي أن يتقدم لإنقاذنا, أن يقدم الدعم للأونروا. يجب أن يصل مستوى الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للأونروا في عام 2020 للمستويات التي قدمها في الأعوام السابقة. I am still hopeful
يحدوني الأمل أننا سيكون النجاح حليفنا حتى نهاية هذا العام، لأنني أؤمن أنه لا يمكن أن نسمح بانقطاع الخدمات في هذا الوقت الحرج، في هذا الوقت الذي لدى الشعب الفلسطيني تطلعات وآمال كبيرة، حيث ينتشر اليأس والإحباط أيضا. أننا نستطيع النجاح لأنه لن يكون في مصلحة أي أحد على الإطلاق عندما تكون الاحتياجات أكبر والتوقعات أكبر أن لا يتم تقديم هذه المساعدات في الوقت الذي يعلو أو تعلو فيه درجة الإحباط واليأس. So once this emergency overcome, بعد أن نتغلب على هذا الظرف الطارئ، علينا جميعا أن نتصدى للأزمة المالية التي تمر بها الأونروا، وهذا هو السبب أننا مع السويد والأردن سنطالب بعقد مجتمع دولي في العام القادم لنتحدث عن مستقبل أونروا والاستراتيجية الخاصة بها بما يتماشى مع توقعات اللاجئين، وبدعم الدول المضيفة وبدعم المانحين من أجل أن نعزز نهج جماعي ومسؤولية جماعية تجاه ولاية الأونروا واللاجئين. عندما ننتهي من هذه الأزمة الطارئة التي تواجه الأونروا، هناك مؤتمر دولي أدعو إليه في العام القادم. هذا المؤتمر الدولي سيبين خطة الأونروا الاستراتيجية أو الاحتياجات اللاجئين، وأيضا احتياجات الدول المضيفة وتوقعاتها، وأيضا تبرعات المانحين. هذا المؤتمر سيحدد احتياجات الأونروا القادمة بصورة استراتيجية. If you go from one country to the إذا ذهبتم من دولة إلى أخرى ستلتقون باليأس والضغط والإحباط، وأؤمن وهذه هي الرسالة التي أرسلها إلى المجتمع الدولي. ما من استثمار أفضل من الاستثمار في وكالة الأونروا والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين إن أردتم أن تستثمروا في الاستقرار في المنطقة في وقت تعاني المنطقة فيه من ضعف. اليأس والإحباط في كل مكان، ولا يوجد طريق على الإطلاق للحفاظ على الأمن والاستقرار إلا بالاستثمار في اللاجئين الفلسطينيين، في التنمية البشرية باللاجئين الفلسطينيين، وفي الأونروا كعامل محافظ على الاستقرار والأمن. Let's do no mistake. No one دون أي خطأ، لا يرغب أن يكون شخص بالطبع لاجئ، حتى اللاجئين الفلسطينيين، حتى بعد مرور 70 عاما. يمكننا أن نتصدى لأزمة اللاجئين عبر حل سياسي دائم، وحتى نصل إلى هذا اليوم ستستمر الأونروا في كونها الوكالة التي تستثمر في مستقبل نصف شخص، لإتاحة فرص التعليم للفتيات والفتيان. لا أحد يريد أن يبقى لاجئاً، وبالتأكيد اللاجئون الفلسطينيون لم يريدوا على الإطلاق أن يبقوا لاجئين لمدة 70 عاماً. والمهم جداً أنه إذا لم تحل هذه القضية حلاً سياسياً، ستبقى الأونروا وتقدم خدماتها في التنمية البشرية لحوالي 500,000 طالب وطالبة في مدارس الأونروا حتى حل هذه القضية. وفي هذه الأثناء لن نألو جهدا حتى يظهر الالتزام السياسي والدعم السياسي للأونروا وللاجئين، ليترجم ذلك إلى موارد متاحة حتى نستطيع أن نعمل حق الشعب، حتى نستطيع أن نضمن إتاحة التعليم وإتاحة الصحة وإتاحة الحماية الاجتماعية، وهذا يعني حياة كريمة. سنقلب كل حجر من أجل ترجمة هذا التأييد الدولي في التفويض إلى تعهدات حقيقية، تعهدات مالية تمكن اللاجئين الفلسطينيين من الوصول إلى الصحة والتعليم والحياة وحياة كريمة وأفضل مما هم عليه.
يحدوني الأمل أن يستمع الناس إلى رسالتي التي تتزايد أهميتها أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما في زمن الجائحة وفي زمن التحديات الاجتماعية والاقتصادية، في لحظة يصارع ويعاني فيها الناس كل يوم. وختاما يسألني الناس ما الذي تختلف فيه هذه الأزمة عن سابقتها. اليوم تختلف الأزمة لأن الدخل الخاص بالوكالة لا يسمح لنا بتغطية الإنفاق، وذلك يختلف لأن الدخل اليوم يصل إلى الدخل في عام 2012، لأن من بين 2012 إلى عام 2020 مررنا بأزمات كثيرة وزادت احتياجات الناس بطريقة كبيرة، واليوم لدينا 300 مليون دولار أو قل الدخل بمقدار 300 مليون دولار بسبب تمويل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكرم الذي كان ظاهر في عام 2018 لم يتكرر في عام 2019 و2020. هذا هو الواقع، هذا هو الوضع الحالي للأونروا. الوضع صعب واللاجئون يواجهون هذا الوضع الصعب. أقل ب 300 مليون دولار مما كانت عليه في عام 2018، والتأييد أقل أيضا مما كان عليه في عام 2019. And this is taking place وهذا at a time يحدث في لحظة يكون العاملون فيها المستجيبين الأوليين لجائحة كورونا وأزمات أخرى هنا في المنطقة. في هذه اللحظة دفع الناس ثمنا غاليا لمجابهة جائحة كورونا، بما في ذلك دفعوا حياتهم. المجتمع أيضا يبذل الغالي والنفيس لمجابهة أثر الجائحة. الأمامية لمواجهة هذا الكوفيد 19 أو هذه الكورونا، وهناك تكلفة أيضا دفعها هؤلاء الموظفين من حياتهم، وأيضا المجتمعات، أيضا مجتمعات اللاجئين تدفع أكثر ثمن وضريبة انتشار هذا المرض. So our appeal last week رسالتي في الأسبوع الماضي مفادها ضمان دعم وتقديم التضامن السياسي لتخفيف أزمة اللاجئين الفلسطينيين ولدعم الأونروا، على أن يتحول ويترجم هذا الدعم إلى دعم حقيقي ملموس. لا يجب أن نسمح لليأس بأن يستشري. علينا أن نرسل ونرى نهاية النور في النفق. شكرا. Despite the
على الرغم من شدة وحدة الأزمة الحالية والوضع الحالي، فاليوم القرار هو تقديم الخدمات كافة والإبقاء على الموظفين الذين لتقديم هذه الخدمات وبدفع رواتب شهر نوفمبر. ما لا أعلمه حتى الآن هو في أي يوم سيتلقى الناس الرواتب. نحن نعاني ونبذل قصارى جهدنا لضمان دفع الرواتب في أقرب وقت ممكن. يحدوني الأمل الكبير أن الشراكة ممتدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأونروا ستعود مجددا في المستقبل القريب. هذا ما أأمل به. أشرف،